تعد محمية أبو جالوم واحدة من أكثر المناطق الطبيعية المهمة في مصر، حيث يعيش الكثير من الحيوانات والنباتات النادرة المهددة بالانقراض، حيث تضم المحمية مساحة كبيرة من النباتات الصحراوية النادرة والتي تم إدراجها على قائمة الأنواع المحمية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بالمحميات الطبيعية في مصر. صحراء المحمية تمتلك أروع تكوينات صخرية تمتزج مع ألوان النباتات لتكون لوحة رائعة الجمال. فالمحمية تضم 165 نوع من النباتات العادية و44 نوع لا يوجد إلا في هذه المنطقة. تعد محمية أبو جالوم بدهب من أقدم المحميات الطبيعية وأكثرها تنوعاً على أرض سيناء، وقد أعلنت محمية طبيعية في عام 1992.